طابت أوقاتكم. أولى خطوات التغيير هي الصدام مع الواقع، وهي الموازنة العامة للدولة تصطدم مع عجز يبلغ 240 مليار جنيه. فهل ينجح السيسي في إنقاذ البلاد من أسوأ مستنقع اقتصادي في تاريخها؟ سؤال طالما تردد في الأوساط المصرية بعد فوز مشير وباكتساح في الانتخابات الرئاسية الماضية. ليجد الرجل الأقوى في مصر نفسه أمام أزمات طاحنة ما بين بطالة وتدهور في قطاعات السياحة والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والصحة والتعليم وغيرها من المصائب التي تهدم وبقوة ما تبقى من بنية البلاد الاقتصادية. والخلاصة أن مصر باتت بحاجة إلى معجزة، كما يردد بعض الخبراء، لإعادة شبه توازن إلى وضع اقتصادي متدهور. وللأسف حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إقامة 140 مائدة رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز 41,600 وجبة معلبة يوميا، وذلك لتوزيعها على الصائمين بإجمالي 1,248,000 وجبة طوال شهر رمضان المبارك. وافق رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على إعفاء أبناء المصابين من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية بجانب الإعفاء الذي كان متواجدا لأبناء الشهداء. كما وافق محلب على تشكيل لجنة لبحث المعاشات المتدنية للمصابين وأسر الشهداء. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه. إذن أصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات والقوانين لمحاولة انتشال الاقتصاد المصري من القاع. قابلها البعض بترحاب شديد، وقابلها آخرون بانتقادات واسعة. فهل تنجح مصر بثوبها الجديد في اجتياز أولى التحديات الاقتصادية، الموازنة العامة للدولة للعام المقبل؟ في حلقة اليوم نستضيف الدكتورة فسان فهمي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس حزب السادات للشؤون الاقتصادية. منورانا يا دكتورة فسان. أهلا بك يا فندم. وكذلك يشرفنا أن نستضيف الدكتور مصطفى النشارتي أستاذ علم الاقتصاد. منورانا يا دكتور مصطفى. أهلا بك. دكتورة فسان، يعني الموازنة العامة للدولة المصرية 2014-2015 تم إقرارها اليوم، إنما حتى اللحظة وإحنا في آخر اليوم تقريبا ما فيش أي تفاصيل، أي أرقام عن تفاصيل هذه الموازنة. تقصد ايه بالتفاصيل؟ يعني مثلا ازاي؟ يعني مثلا حصة التعليم، حصة الصحة، حصة مثلا اللي هي التطوير الحضاري الجديدة وفي وزارة مستحدثة مثلا. أيوة. وهكذا. هي في حصص اتحددت بالدستور ما نقدرش نتحرك فيها، وهي أعلنت في الموازنة السابقة، فمش هيبقى فيها تغيير. هي الوزارة الجديدة بس هي التطوير الحضاري، والحقيقة دي وزارة مهمة للغاية، لأنها مش بس بتهتم بالتطوير الحضاري لمصر. يعني التطوير الحضاري اللي احنا عندنا مشاكل الحقيقة، يعني أصبحت لا يصح أن تكون موجودة في القرن 21، زي القمامة مثلا، زي الهرجلة اللي في الشارع، زي القبح في كل حتة، ما كناش كده. وعندك العشوائيات، فهي مهتمة بالجزئيتين دول. الحقيقة لو قدرت هذه الوزارة تنجز ده فعلا يبقى اعجاز، لانه احنا عندنا شغل جامد قوي على الارض في ال 27 محافظه، مش بس في القاهره. طبعا القاهره دي مشكلتها كبيره قوي، لكن اقصد في ال 27 محافظه انت محتاج تطوير ومحتاج تنظيف ومحتاج شكل الحضاري يتعدل ومحتاج تشوف مشكله العشوائيات اللي هي كارثيه. وبعدين لما بنيجي نقول عشوائيات، هي مش بس السكن، العشوائيات في النقل والعشوائيات في شكل المباني والعشوائيات، يعني ما كلمه عشوائيات لا تنطبق فقط على الناس اللي بيسكنوا في العشوائيات. فانت فعلا كنا محتاجين لوزاره بهذا الشكل، لكن لازم يبقى ليها مخصصات واضحه، لان دي ما كانتش موجوده. ازاي هتقدر تقوم بدورها؟ احد رجال الاعمال الكبار عفوا عرض انه يبتدي يشتغل مع هذه الوزاره على العشوائيات، بس ده واحد صحيح، هو مقتدر جدا بس ده واحد.
فمطلوب ان الحقيقه الوزاره دي تاخد دعم اكتر من كده. هو حسب ما لدينا من معلومات لديها الان حوالي 67 مليار جنيه للعشوائيات والاسكان الاجتماعي الاثنين مع بعض. بس دول مش كل المشاكل. طيب دكتور مصطفى، عندك تفسير لماذا لم ياتي علينا الاعلام الرسمي بخبر بيقول والله تم اقرار الموازنه العامه وتفاصيلها كالتالي؟ يعني اول حاجه هو تم الاعلام فعلا، لكن لم يتم التوزيع على القطاعات الاقتصاديه، يعني ما عرفناش الصحه كام، التعليم كام، لكن معروف الايرادات ايه، المصروفات ايه. كويس. ارجعها مع سيادتك، 789 الايرادات والمصروفات. لا الايرادات 550. 549 تحديدا بقى عشان الارقام. يعني والمصروفات 789 والعجز 240 مليار بالظبط. اتفضل. لو بصينا للنفقات دول بيتقسموا ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه الاجور والمرتبات. تمام. دي بتاخد الربح. الدعم بياخد الربح. الفوائد الدين المحلي والدين الخارجي الربح. ثم المبلغ الباقي اللي هي الاستثمارات اللي بتوزع على القطاعات الاقتصاديه. بهدف التنميه يعني؟ بهدف التنميه. تمام. يعني ممكن نقول يا دكتور عشان افهم بس مع سيادتك، ان للاسف انا معلوماتي في الاقتصاد يعني ضعيفه للغايه فاستحملوني. يعني ممكن نقول ان ربع الموازنه العامه للدوله هي ربعها فقط مخصص للتنميه؟ لا، ما هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الاجور الربح في كل وزاره في بند اجور. تمام. معايا حضرتك؟ فانت بتجمع الاثنين، لكن هو الدعم فقط وفوائد الديون اللي هم نص الموازنه هو اللي ما بيتوزعش على القطاعات الاقتصاديه. بس انا بقصد بالتنميه حاجه تانية، اقصد بالتنميه انشاء ربما محطات كهرباء جديده. هي الاستثمارات العامه. بس الرواتب مش داخله في ده. لا، ما هو انا عندي بندين في كل قطاع. تمام. يعني انا لو جيت لقطاع الصحه عايز ابني مستشفيات واشتري اجهزه. كويس. دي استثمارات عامه. في اجور ومصاريف تشغيل للمستشفى، دي اللي هي بند الاجور والمصاريف. انا عندي حاجات ايجابيه. اتفضل. الايرادات 550 مليار. تمام. دي زياده 66 مليار عن العام الماضي. كويس. يعني معنى كده ان الضرائب زودت 66 مليار. ضرائب فقط؟ ضرائب فقط. الزياده 66 مليار بتمثل 20% من حصيلة الضرائب في السنة الماضية. فأنا بخفض عجز الموازنة عندي حاجتين، بزود الإيراد وبرشد المصاريف. عندي ترشيد 120 مليار جنيه في النفقات، 27 تخفيض في دعم الكهرباء، 44 تخفيض في دعم البترول، المواد البترولية، 48 تخفيض في بند الاجور. ده جه منين بقى؟ من حد الاقصى؟ لا. طيب. جه من الاستغناء عن المستشارين. كويس. اللي بياخدوا مرتبات كبيره، فقدرنا نخفض 48 مليار. قدرنا نخفض 48 مليار جنيه عند الاستغناء عن المستشارين؟ لا، يعني البند بقى كذا حاجه. تمام، منها الاستغناء. الاستغناء. وايه كمان؟ الحد الاقصى بقى. ايوه. يعني ما زال لم يطبق، لسه قرار، بس هم متوقعين عند تطبيقه هيتدخل الحصيله بتاعته في ال 48 مليار اللي احنا هنحصلها. تمام. المشكله في الحد الادنى والحد الاقصى، من الاجر ولا من الدخل؟ عندنا مشكله في خلل في هيكل الاجور في الدوله. انت بتاخد اجر اللي هي مرتبك، لكن دخلك مش هو اجرك. كويس. ان عندك حاجه اسمها لجان. لا ولا لجان. عندك حاجه كارثيه اسمها الصناديق الخاصه. تمام. فانت بتاخد حوافز ومكافئات من الصناديق الخاصه. الصناديق الخاصه مش داخله الموازنه، وده طبعا الدستور الحالي نص على وحده الموازنه، وبالتالي يجب ان يصدر قانون بضم الصناديق الخاصه للموازنه العامه واخضاع الانفاق عليها لقواعد الانفاق في الموازنه العامه. تمام. لو جينا بصينا بقى فلوس الصناديق بتاخد منين؟ مواردها بتيجي منين؟ من المواطن المصري. اللي هي الدنغات. رسوم
رسوم المرور على الطريق السريع، الحمولات الزايدة، وأرقام كبيرة، لكن بتتصرف فين؟ هل بتتصرف على تطوير الطرق مثلا زي الصندوق بتاع الطرق؟ لا، تصرف مكافئات لكبار العاملين في الدولة. اللي موقف الحد الأدنى والحد الأقصى عدم وجود قاعدة بيانات الموظف بيقبض كام، وبالتالي يجب أن تكون البداية بالصناديق الخاصة، وأن يطلع قانون يلغي حوالي 70 قانون أنشأ هذه الصناديق. طيب بس انا فاهمه ان القانون الحالي، ويمكن دكتور بسنت ممكن دي برضه توضح لي، القانون الحالي بيقول ان اجمالي دخل الشخص سيكون 42,000 جنيه مش الاجر، فالموضوع ده المفروض ان هو اتحل، صحيح يا فندم؟ لا، الاجر الى الان حتى هذه اللحظه الاجر يا ريت يكون الدخل، لان فعلا ده موضوع كاننا ما عملناش حاجه. يعني لان الدخل غير الاجر. اه طبعا الاجر ممكن يبقى في العقد اجر ضعيف جدا، ولكن الدخل ده موضوع اخر. وانا دايما بستشهد، عشان في ناس بتزعل من هذا الكلام، بقول لهم تعالوا شوفوا الولايات المتحده الامريكيه لما عملت الفاتكا، القانون بتاع ملاحقه الامريكان ضرائبيا في كل حته في الدنيا، واتفقت مع الدول ان الدول ملزمه انها تخطر امريكا باي امريكان بيكسبوا فلوس عندها عشان يدفعوا ضرائب، عشان المصريين مش عايزين يدفعوا ضرائب جوه مصر، ييجوا يشوفوا الامريكان بيدفعوا ضرائب في اي حته في الدنيا. فموضوع الحقيقه الدخل والاجر ده موضوع لازم يتحل. طيب انا بس بحاجه اوضحه للمشاهد العربي الكريم اللي بيشوفنا، ان ربما ما يكونش مصري اللي بيتابعنا فيبقى غافل عنها شويه. في الموظفي الحكومه عندنا في مصر، موظف الحكومه القانون بيقول ان الحد الادنى 1200 جنيه والحد الاقصى 42,000 جنيه. ناوي مشكله في ايه بقى؟ في الدخل ولا الاجر؟ يعني ممكن يكون انا وكيل وزاره باخد 42,000 جنيه كحد اقصى كما نص القانون، انما في نفس الوقت بمضي على لجان، بمضي على كشوفات كاشراف، بعمل مش عارف اجتماعات تنمويه كذا، يطلع لي حاجه تانية ربما اضعاف الحد الاقصى، فمثلا يبقى رد في النهايه 200-300,000 جنيه وبرده ملتزم بالقانون. وطبعا انتوا بتنادوا بايه؟ ضروره تعديل القانون. اذا كنا عايزين جد، لما اذا كنا عاوزين نعمل حاجه بس شكل اذا اتعمل كده يبقى شكل. طيب انا النهارده عملت حاجه كده، جبت ما اتيح من معلومات عن الموازنه وكتبت بعض ملحوظات، وعاوز اخد رايكم في بعض ملحوظات اللي دونتها. يعني مثلا اول ملحوظه توقفت عندها فكره ان العجز اللي قامت عليه الدنيا ولم تقعد في هذه الموازنه هي 240 مليار جنيه، في حين كان العجز في الموازنه السابقه اللي انتهت بالامس 243 مليار، يعني فقط 3 مليار جنيه عجز بين الميزانية الحالية والموازنة الحالية والموازنة السابقة، ويعني أقمنا الدنيا ولم نقعدها على أن احنا نقلل العجز بس وفرنا 3. لا متهيألي الرقم ده حضرتك مش مظبوط، لا 290. طب أنا تاني، لا أنا هوضح لحضرتك. طيب طب ممكن توضح لي بس هعيدها وهسمع إجابتك بعد الفاصل. طيب العجز في الموازنة الحالية 240 مليار جنيه، العجز في الموازنه السابقه 2013-2014 243 مليار جنيه، فقط فرق 3 مليار جنيه. بعد الفاصل. أعلن هاني قدري وزير المالية أن إجمالي قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية سيبلغ 100 مليار و300 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2014-2015. أعلن هاني قدري وزير المالية أن إجمالي قيمة الدعم الموجه للكهرباء سيبلغ نحو 27 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 2014-2015. أكد هاني قدري وزير المالية أن التهرب الضريبي يبلغ 30% من الحصيلة الضريبية المحققة بعد استبعاد حصيلة المؤسسات السيادية والوزارة لا تتصالح في التهرب الضريبي. هذه الموازنة التي نحن بصدد الحديث عنها كانت شبه جاهزة قبل أسبوع تقريبا، وعرضت على رئاسة الجمهورية ورفضها الرئيس السيسي وأعادها إلى أهلها وقال لهم والله ما ينفعش يكون عندنا عجز الموازنة بهذا الشكل. خرجت علينا ب 240 مليار جنيه عجز في الموازنة، في حين يا دكتور مصطفى كان العجز السنة اللي فاتت 243. فهمها لي. الموازنة اللي قدمتها الحكومة أول مرة
كان العجز 288 مليار يمثل 14% من الناتج المحلي. كويس. طبعا هذا مرفوض ان رقم الامان ما يزيدش عن 9% من الناتج المحلي. وبالتالي انت لما توصل 14 وقبل كده السنين السابقه كانت 12 يبقى انت داخل في مرحله الخطر. فهو رفض الموازنه وعنده حق وخفضها لغايه لما وصلت 10% يعني قريب من نسبه الامان. طيب بس الحاجه الثانيه عايزين نفرق بين حاجتين. ايوه. بين موازنه تقديريه بتنبأ بحجم الانفاق والايراد سنه قادمه وبين الحساب الفعلي ما حدث فعلا وما انفقته فعلا في نهايه السنه. تمام. عشان كده انا دايما عندي رقمين، عندي تقديري موازنه لسنه قادمه وحقيقي ما تم انفاقه. كويس. طبعا احنا بنشتغل في الاقتصاد على الفعلي، لكن برضو الحكومه وضعت خطه ماليه للسنه القادمه، فهي بتحط الخطه وبتحط السياسات الكفيله بتحقيق الاهداف. مثلا سياسه البعد الاجتماعي في الموازنه، وان انا بزود المعاشات وبدعم شبكات الامان الاجتماعي، دي سياسه. فالموازنه بيتطلب اصدار عده قوانين وتطبيق عده سياسات لتنفيذ الموازنه. لو انا فشلت بقى في تنفيذ هذه السياسه وفشلت في زياده الضرائب وفشلت في ترشيد الانفاق، هفاجئ بقى بان الفعلي حاجه مختلفه تماما عن اللي انا كنت متوقعه السنه اللي فاتت. وده اللي حصل في ميزانيات الثلاث سنين اللي بعد الثوره. كانت الفجوه كبيره بين المقدر السنه القادمه وبين ما تحقق فعلا. طيب. المهم ان انا اخطط صح واحط خطه ماليه ب 10% لا اتجاوزها. ده شيء ايجابي. اه. وفي روشته هتدفع طبعا ان في ترشيد وفي تخفيض في الانفاق. طيب. الحل الوحيد عشان انت يعني انت بتتجه دلوقتي ان انت تاخد تمويل للتنميه والمشروعات الاستثماريه من مؤسسات تمويل دوليه وصناديق الدول الشقيقه. اما كنتش انت هتعمل ترشيد للانفاق وهتظبط نفسك، هما مش هيدوا لك مفتوح التمويل المتاح. النهارده التمويل المتاح لمشروعات محدده لها جدوى اقتصاديه هما اللي بيختاروه. تمام. يعني الحكومه المصريه في المؤتمر الدول المنحه اللي لسه هتعمل بعد شهر عامله 90 مشروع وطرحاهم للتمويل سواء بقروض طويله الاجل او بمشاركه في راس المال. فانت بتاخد هنا ثقه ومصداقيه بترشيد الانفاق وزياده الايرادات. ان انت وده اللي كان طالبه صندوق النقد الدولي، قول لي خطتك الماليه ايه؟ قول لي كيف هتزود الايراد؟ كيف هتخفض النفقات لنصل الى 9% عجز؟ تمام. وده اللي عمله الرئيس السيسي انه خفض ل 10%. سيادتك بتقصد الاجتماع او مؤتمر اصدقاء مصر؟ لا انا بتكلم انا النهارده. آه. لازم الاول اصلح. لا الاجتماع هو الدول المنحه هيعقد كمان شهر بالظبط، او كان في كلام ان هو ربما يتم تاجيله الى بعد الانتهاء من من الانتخابات البرلمانيه. طيب دكتوره باسنت، فكره يعني في علم الاقتصاد، هل شيء طبيعي ان يكون دوله عندها موازنه فيها عجز 240 مليار؟ ده شيء طبيعي احنا كمواطنين لا نقلق يعني؟ لا شوف هقول لحضرتك حاجه، اي دوله ممكن تمر بظروف اشد من دي. كويس. مفيش مشكله. انا حتى الاقتراض ما يزعجنيش اذا كان اقتراض لمشروعات. انما نقترض عشان ناكل ونشرب ده غير مقبول. يعني حتى الموازنه ب 10% لو احنا فعلا عندنا خطط تنميه سليمه ما ننزعجش. لكن اذا كنا فعلا هنستمر بهذا الاسلوب اللي هو معونات وما ينفعش. ما تقدرش تقوم المعونات لا تقوم الدول ولا اي حاجه، انما انت لازم تبقى عندك قناعه انك محتاج تعمل تنميه في دولتك على كافه المجالات. احنا عندنا فتره طويله قوي ما بنعملش تنميه، كان في نمو بس ما كانش في تنميه، وفي فرق كبير قوي بين الاثنين. ولذلك لما ما حصلتش تنميه في مصر هو ده اللي ادى الى الثوره، ادى الى مستويات عاليه جدا من الفقر والجهل وزي ما انت عايز والمرض فانا اللي انا عايز اقوله مفيش اي مشكله ما نقلقش، بس اذا كان عندنا خطه اقتصاديه واضحه للنمو المستقبل. تمام. واضحه يعني ايه؟ يعني مش كلام عام، يعني احنا بنسمع كلام عام بقالنا فتره طويله قوي، يعني ما بين 9 و10 يعني انا بلاقي برضو 9 عالي شويه، انما
ممكن واحده واحده زي ما بنقول كده، احنا في ظروف وحشه، لكن اللي اقصده لازم يبقى في رؤيه واضحه، احنا عاوزين نعمل ايه في اي قطاعات، في مدى قد ايه، بفلوس من فين، تمام، مع مشاركات مع مين، الشعب هيعمل ايه. احنا بس اهم حاجه اللي انا بتكلم فيها، ويمكن اتكلمت مع حضرتك كذا مره ما جينا هنا، تفضل. لازم احنا نبدا بنفسنا، احنا محتاجين لسه نقلل من انفاقنا، نرشب من الانفاق الحكومي. الانفاق الحكومي لسه عالي الحقيقه، يعني انا من وجهه نظري في ترشيد، عدد الوزارات كتير قوي، السفارات، المكاتب الثقافيه والتجاريه الهيصه اللي عندنا دي الحقيقه، وبزخ الانفاق الحكومي لسه عندنا باع كبير، صحيح ما رضاش نعمله مره واحده عشان ما يحصلش مشكله، لكن انا اعتقد ان احنا عندنا شغل كبير قوي في ترشيد الانفاق. طيب سؤال عفوي وعذور جهلي في علم الاقتصاد، يعني ما كانش ينفع ابدا ان تاتي يعني الموازنه العامه على قدر الايرادات العامه بس كده، ونعيش لا. حياتنا على يعني كتب علينا هذه السنه على هذا النحو. لا صعب، لا صعب. لا لازم تنفق في بعض المجالات، ما تقدرش. صحيح لو الانفاق زي ما انا بكرر، حتى لو اتدينت او استدنت واستثمرت او صرفتها في مجالات ما هياش الاكل والشرب واجور ومهايا، ما فيش مشكله. طيب. انما اذا اقترضت عشان تدفع اجور ومهايا، اقترضت عشان طيب. تاكل وتشرب، يبقى احنا واقفين مطرحنا ما بنتحركش. طيب. هوضح بقى فكره سؤال العفو من كذا سؤال قادم. مثلا في هذه الموازنه دعم الكهرباء 27 مليار جنيه. واعتقد لا، هو بص يعني 27 مليار تخفيض لدعم الكهرباء. تم تخفيض الموازنه دعم الكهرباء، يعني عملت وفر 27 مليار. طيب. من الدعم اللي كان موجه للكهرباء. طب دعم الكهرباء كام؟ دعم الكهرباء كان وصل 100 مليار. كويس. 100 ده زي المواد البتروليه؟ زي المواد البتروليه. طيب 100 مليار دوله عندها، ده اصل السؤال، دوله عندها عجز في الموازنه 240 وبتدعم الكهرباء للصناعه والسياحه والمواطنين ب 100 مليار. ما خلاص. التوفير ده جه منين؟ من بيع الكهرباء وبيع المواد البتروليه للصناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه باسعار زهيد. اعلى. زي صناعة الأسمنت وصناعة الأسمدة. كويس. يعني مش ممكن أنا أجيب الغاز الطبيعي وأحلله وأطلع أسمدة نيتروجينية وأصدرها لفرنسا وأبيع له الكهرباء بالسعر المحلي. يعني أنت عارف إن الأسمدة النيتروجينية ده رقم واحد في السلع الصناعية المتصدرة. ليه؟ بتاخد دعم. طب أديها دعم ليه؟ كويس. خاصة معي. أنا عندي عجز، يعني أنا مش لحالي يعني رفاهية. ليه أخلي أرباح شركات الأسمنت بتتعدى 100% من رأس مالها؟ وفي دعم شركات التصدير ب 4 مليار. ده كنت قصده من سؤالي. ده كنت حتى في المنشآت السياحية. حتى في المنشآت السياحية. يعني لسه عندنا شغل كتير، وفي دعم الأثرياء. يعني أنا برجع أكرر باستمرار، ليه المناطق اللي نساكن فيها أثرياء ندعم لها الكهرباء والمية؟ والنور مش بيقطع فيها كمان. ما يقطعش طبعا. يقطع ازاي؟ لا ما بيقطعش. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، يعني الضريبه العقاريه اللي هيبدا تطبيقها الشهر الجاي، تمام، 50% من الحصيله هتروح لتطوير العشوائيات وموازنه الخدمات في المحافظات. تمام. اذا حصلت، لو انا ما جبتش الضريبه العقاريه وفرضتها، فانا باخد من الاغنياء ضريبه العقارات، ان في اعفاء مليون جنيه لل طيب ما بتخضعش، وباخد الحصيله دي، وده بيحقق مبدا العداله الاجتماعيه. تمام. طيب فكره التهرب الضريبي يا دكتوره باسنت، ولانه عامل صداع في هذه الموازنه، وحتى الموازنه بتقول ان تستهدف الموازنه 7 مليار جنيه، تستهدف 7 مليار جنيه فقط من ضريبه المهن الحره وفي 3 سنوات قادمه. فالسؤال اللي انا كنت يعني بقصده، لماذا لم نعالج المشكلات قبل اقرار الموازنه؟ احنا مش عارفين ان في موازنه جايه على فجاه، لا احنا عارفين ان في شهر 6 لازم هنقر موازنه جديده. احنا تعودنا على كده حضرتك، محدش عايز يدفع ضرائب، كله بيتهرب حتى الاثرياء. يعني في متاخرات ضرائبيه حسب ما انا بسمع من الرقم مش قادر اقوله بالظبط، انما اعتقد 60 مليار جنيه. طب ما نقدر نتفاهم مع الناس حتى يدفعوا نصها. يعني ما حدش عاوز يدفع ضريبه في مصر، وده شيء غير مقبول. وحتى لما يجوا مستثمرين يشتغلوا يقول لك اعفوهم من الضرايب وادوهم الارض ببلاش. طب البلد هتجيب فلوس من فين؟ 10 سنين. طب البلد هتجيب ايرادات من فين؟ ولذلك من 30 سنه اللي فاتوا حضرتك ايه اللي كان بيحصل؟ الفجوه بين الفقر والغنى شاسعه. لما يبقى 40% من الشعب المصري تحت حد الفقر، دي كارثه. طيب.
طيب. مش عايزه احط ضرايب على الناس الاثرياء، وبعدين اقول بدعم. ازاي انا بدعم بالارقام دي و40% تحت حد الفقر؟ كلام ما يركبش مع بعضه. يعني ما تيجي تفكر فيها بشويش، امال الدعم ده يروح فين؟ هنيجي لفكره الدعم، لان برضه في كذا تساؤل. اوضح نقطه، اتفضل. يعني التهرب الضريبي والحصيله بتاعته طبعا ده كلام مش مظبوط. اتفضل. المشكله ان الضرايب بتقدر جزافي. طيب. يعني انا بقول انا دخلي 100، تقول لي انت دخلك 1000، تربط عليا الضريبه على ال1000 دون ورق ودون مستندات، وتعتبر ده فروق ما تحصلتش. ده بيخلي الممول مش امين في الدفاتر عشان يتغاضى هذا. والكلام ده من 50 60 سنه تقريبا. المفروض ده مش امين في دفاتره ولا في امريكا. طيب برضه معايا. المفروض بقى الكلام ده يتلغي. كويس. المفروض افصل بين جهتين. يعني اللي يتولى مراجعه الميزانيه الجهاز المركزي للحسابات ويقول ان فيها اخطاء ويصلح الميزانيه ويعمل ميزانيه معدله. ثم الضرائب تفرض الضريبه على ما انتهى اليه الجهاز المركزي للحسابات. لكن لما اجيب واحد معايا هو اللي يعمل لي ميزانيتي ويغيرها يقلبها ويحط الارقام اللي هو عايزها ويقول لي انت كسبت كذا هات ضريبه كذا وروح اشتكي معايا حضرتك. فكل المنازعات الضريبيه غير مبنيه على اساس. عندك تعليق يا دكتور؟ لا ما متفقش مع حضرتك. طيب. انا بمول من يوم ما اشتغلت. لا، في ناس ما بتدفعش ضرايب وبتتهرب والارقام معروفه، واحد رؤساء الوزارات السابقين ذكر الرقم اللي انا قلته ده بالظبط. لا طبعا ما فيش. احنا مش عايزين. طيب. ثقافه دفع الضريبه مش موجوده في مصر، مش طيب. عاوزين يدفعوا ضرائب. طيب في دوله فيها عجز في الموازنه العامه لسنه ماليه قادمه 240 مليار جنيه، وفي دوله فيها 40% تحت خط الفقر، وفي دوله فيها ربما يعني الكثير والكثير من السيارات الالمانيه الفارهه، مش هقول يعني وغير المانيه برضو، بتدعم هذه الحكومة، بتدعم هذه الدولة المواد البترولية ب 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه. في مصر لتر ازازة المية ب 2 جنيه. ولتر بنزين 95 وهو يعني عالي الجودة ب 185 قرش. ربما فقط في مصر. بعد الفاصل. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% وضريبة على توزيعات الأرباح. أكد وزير المالية هاني قدري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على خطة لإعادة هيكلة الأجور وخفض عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاما، على أن تقدم للحكومة خلال أسابيع. حققت هيئة التنمية السياحية إيرادات غير مسبوقة عن العام المالي المنتهي 2013-2014، وذلك بواقع 571 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف تصل إلى 141 مليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 32.8%، وتعد الإيرادات والفائض المحققان هذا العام هما الأعلى قيمة منذ إنشاء الهيئة. للتصحيح فقط، للتصحيح، في مصر لتر يعني زجاجة المياه المعبأة ب 2 جنيه تقريبا، ولتر البنزين نوع 92 حوالي 180 قرش 185 قرش مش 95. كويس. معرفش يا دكتور مصطفى، هل ده شيء متعارف عليه؟ يعني في دولة زي مصر مثلا فيها المياه فيها أغلى من البنزين؟ طبعا هو في خلل في الأسعار، لكن انا لو رفعت اسعار البنزين والمازوت والسولار ده هيعمل تضخم وهيرفع اسعار كل السلع. ان تكلفه النقل تكلفه مهمه جدا في سعر السلع. طب الدعم ده لا يصل الى مستحقي. انا طرحت بديل اخر، ان انا بعمل جدول اصحاب السيارات اكثر من 1600 سي سي، بعمل جدول بالشريحه من 1600 اللي هو بطبيعه الحال لا يستحقون الدعم عند تماما. الترخيص عند الترخيص اخذ من كل واحد ضريبه 3000، مش ضريبه، فروق دعم.
بعمل صندوق لترشيد الدعم. هما كده اوكي بيدفعوا ضريبه؟ لا مش ضريبه. انا بقول له تعالى انت خدت بنزين مدعوم اكثر مدعوم، هات الفرق. تمام كده انا جمعت حصيله. انا جبت احصائيه لقيت عندنا 8 مليون سياره. جبت احصائيه كم منهم اكثر من 1600 سي سي، كم ملاكي وكم نقل وكم اجره؟ طب استبعد النقل والاجره عشان دي تكلفه المواصلات في الميكروباص والنقل نقل السلع، يبقى انا هاخد على الملاكي. مين تحت 1600 ومين فوق؟ خلاص يبقى عرفت انا القصه، يبقى انا ممكن الدعم ده ادفعه للي هو عنده عربيه اكتر من 1600 سي سي، وبتختلف حسب الموديل. يبقى انا كده باخد، لكن اما افرضه على الكل يبقى في تضخم الاسعار ولعت ولا يمكن السيطره على هذا التضخم. طيب يعني دكتور باسانت، ما اعتقدش ان من المقبول ابدا ان يتساوى في الدعم من قبل ان الدوله تدعم واحد عنده عربيه يعني 6000 سي سي ونفس الوقت تدعمه مثل ما تدعم اللي عنده دراجه يعني ناريه، نفس المنطق. شوف حضرتك انا دايما بقول احنا عندنا حاجه غير مقبوله، ازاي تلت الموازنه دعم والفقر ده؟ يبقى دي ما بتروحش للفقر، مش عايزه مجهود. الدوله عارفه الدعم بيروح لمين، الحكومه عارفه الدعم بيروح لمين، لازم يبقى عندها رغبه في انها تقعد تهيكل هذا الكلام، والا هنفضل نلف في حلقه مفرغه. ما ينفعش انك تدعم الاثرياء، والاثرياء حتى اذا رفعت عليهم السعر شويه هيتضايقوا يوم وهتعدي، يعني مش هتوقف حياتهم. يعني ممكن يتضايقوا، عايز يتضايقوا، لكن اللي اقصده مش هياثر على مستوى حياتهم. واحنا شايفين في فرق شاسع في مستوى المعيشه في مصر، ما ينفعش. وبعدين عدد الفقراء اللي بيزيدوا والبطاله اللي بتزيد وطريقه العيشه اللي هم عايشين الحياه اصبحت غير مقبوله. فالدوله مش محتاجه ميزان عشان نقول لها انها غلطانه. انا بكرر تاني، التلت دعم والناس 40% فقراء، ازاي بقى؟ طب هو ده صعب. انا عايز اضيف حاجه يعني. يعني لو جينا دعم الكهرباء كويس، احنا وفرنا 27 مليار من الغاء الدعم. جاي اللي من حصل الدعم. جاي من دعم الكهرباء بس. ايه اللي حصل؟ انا زودت الشريحه على المحلات التجاريه والمصانع، جيت بقى على المنازل، اللي بياخد اكتر من رقم معين هو اللي هيدفع الفرق السعر. صحيح، لكن الاقل مش هيدفع. كويس، يبقى انا كده خدت الدعم من الذي لا يستحقه، لغيته. تمام، فهنا المبلغ اللي توفر في الكهرباء طيب الفقرة مش في محله يعني. في محله. انا مش عايزه بقى حضرتك انه يبقى بالشرايح، انا رايي بالاماكن السكنيه. لا صعب برضه. لا بالعكس، انت ساكن في الاماكن السكنيه الغاليه معلومه. طيب. لا انا هقول لسيادتك على مثال، حضرتك على مثال الاجهزه الكهربائيه اكتر من مش دول غلابه. لا مثلا في عداد، في عداد في مصر اسمه عداد 3 فاز مثلا يعني. هذا العداد معروف انه بيتحط في مكان لانه بياخد احمال اكثر، معناها ان هنا في تكييفات اكثر، في اجهزه اكثر. لا انا اقدر احط في البيت عندي خمس عدادات. طيب. حضرتك وكله يبقى تحت الشريحه، عشان كده انا مش عايزه لعبه الشريحه دي. احنا نيجي نقول ايه الاماكن دي، حتى عشان تبقى طارده للناس. الاماكن دي سعر الكهرباء فيها طارده ولا جاذبه؟ طارده. ليه؟ لان انت النهارده لما تيجي مثلا يعني. بالظبط، انت عندك اماكن واضح انها يعني انت ممكن يبقى عندك بيت كبير، فيلا كبيره 4 ادوار، تحط 4 عدادات وتبقى تحت الشريحه وتاخد الدعم برضه، ما فيش فايده. ايوه صح. ما ينفعش حضرتك. احنا اللي ساكنين هنا يدفعوا كده، اللي ساكنين هنا يدفعوا كده، مش معقوله ناس ساكنه في ساعتها هتغلى ساعتها المناطق الفقيره لان فيها الكهرباء رخيصه، تغلى ويعيشوا نضيف. طيب دلوقتي في التنميه المحليه، وايضا كان ربما الحديث كله عن فكره التنميه تبدا بالمحليات. ففي تصريح لمحافظ التنميه المحليه بيقول ان حصه وزاره التنميه المحليه من هذه الموازنه 4 مليار جنيه و600 مليون، منها 3 مليار و600 مليون رايحين للمشروعات الخدميه بدواوين عام المحافظات، والباقي لتحسين البيئه في مصر والنهوض بالمراه في مصر. وعاوز تعليق من الدكتور مصطفى عشان ما فهمتش بصراحه. دلوقتي كل محافظه فيها مديريات، مديريه صحه ومديريه تعليم. تمام، وده المبلغ معظمه بيتصرف على المديريات في كل محافظه. طيب، وتطوير العشوائيات وكده. لكن رقم التمكين المراه احد الارقام، لكن المفروض ما كانش يحطه ويسكت يقول كذا، ان طبعا هو رقم صغير جدا
يعني وعاوز افهم برضو يعني ايه النهوض بالمراه يعني مش فاهم. لا يعني ايه تبديل المراه بفلوس يعني مش فاهم. يعني هو في جمعيات كويس وفي دعم بيتاخد لتنميه المراه ورعايه الطفل اللي هي الشغل بتاع وزاره التضامن الاجتماعي، محو اميه مثلا وعمليات تشغيل، يعني انشطه تمكين المراه. لان الالفيه الثالثه الامم المتحده حطت من ضمن الاهداف صحيح تمكين المراه كهدف ثامن، فطبعا هو عايز يبرز ان احنا ماشيين في هذا الهدف. بس يقول طيب. بتنفق كام بقى على الرقم ده؟ طيب عندك تعليق يا دكتوره بسنت؟ والله حاجه تضحك حضرتك، يعني ايه تمكين المراه بحتى 4 مليار؟ ما فيش حاجه اسمها كده. المراه لازم تتعلم ولازم تعامل زي ما قال الدستور، المراه وراجل زي بعض. لما موضوع همكن المراه وهعمل لها مليار على جنب امكنها، يعني امكن المراه بس هي مش واخده مليار لوحدها، هي الرعايه، هي واخده نص مليار ونص مليار الاخر لتحسين البيئه. نص مليار هدعم بيهم ايه دول؟ وبعدين يعني ايه ده الصرف على جمعيات الامومه والطفوله وتنظيم الناس لواء. طيب في عندنا دكتوره بسنت، في دكتوره ليلى اسكندر وزيره التطوير الحضاري قالت ان والله في هذه الموازنه كان في مصر حاجه اسمها صندوق تطوير العشوائيات، كان في 600 مليون جنيه هي استلمته، في 600 مليون جنيه. قالت طبعا ده مبلغ يعني زهيد ما ينفعش يتعامل مع عشوائيه واحده من العشوائيات اللي في مصر. فتم رصد 67 مليار جنيه في هذه الموازنه للعشوائيات وايضا للاسكان الاجتماعي. ما هي العشوائيات والاسكان الاجتماعي مرتبطين ببعض. لا انا فاهمه عكس كده. لا يعني الاسكان الاجتماعي فاهمه هو توفير المسكن للشباب. لا ده حاجه ثانيه، ده موضوع ثاني بقى. طيب انما لو هي بتتكلم على انه يحل مشكله العشوائيات، طب ما العشوائيات سكن مدن، انت بتعمل مدن للسكان العشوائيات دي. كويس. مش هتحركهم كده او مش هتروح تنظف لهم الشوارع وتمشي، لا انت بتنقلهم في اغلب الاحيان. في عشوائيات بتتطور في مكانها وفي خطه كبيره معموله الحقيقه، في ناس كتير قوي بتشتغل على العشوائيات. فانا عايزه اقول لو 67 مليار اعتقد ده رقم محترم. طيب. كبدايه يعني. والناس هتساهم، انا بشوف باستمرار في التلفزيون الناس بتطلب المساهمه في الصندوق، امبارح برضه في التلفزيون ربما لا مساهمات يعني تبرعات يعني اقصد. طيب. هنا بس كلنا بنتبرع يعني. عايزه اقول انه العشوائيات مش موضوع سهل. طيب ده عدد هائل ولازم كلنا نساهم فيه. طيب لان العشوائيات بصراحه عار في جبيننا. طيب انا بس عاوز اقول جمله هنا على فكره ان كلنا بنساهم. اليوم اليوم احدى الجهات المسؤوله، انا معي الخبر بس لغايه لما الاقيه، احدى الجهات المسؤوله اهابت بالمواطنين. اهابت بالمواطنين. ايوه سرعه التفاعل مع صندوق تحيا مصر. ويبدو كده من يعني كلمات الخبر ان ربما يكون في بعض المشاكل يعني المتعلقه بعدم وجود اقبال على التبرع لصندوق تحيا مصر. هقول لحضرتك بصراحه، في كذا صندوق اتاسسوا بعد الثوره، 30/6/30/6، صندوق للعشوائيات، صندوق لتطوير الكنائس اللي اتحرقت والمساجد. فالحقيقه اغلب ان انا ما بتكلم مع الناس يقول احنا مش فاهمين ايه كل ده. ليه بقى الدوله ما تعملش صندوق واحد وتجمع كل هذا الكلام وتحطه في الموازنه اذا حبت وتشتغل؟ لكن ما تيجي تقول حضرتك كل يوم صندوق، الناس ما بقتش فاهمه. الطريقه اللي عرض بيها السيد الرئيس الصندوق الجديد هي دي اللي كان لازم يتعرف بيها الصناديق السابقه، انه هيعمل مركز مالي شهري وهيقول صرف في ايه، لان مثلا 30/6/30/6 محدش يعرف عنه حاجه. اما نجمع الصناديق دي كلها ويقول والله انا هخصص المبلغ ده للعشوائيات وده لل صندوق 30/6 كان فيه حوالي مليار جنيه انفق منه حوالي 100 مليون على تطوير العشوائيات، 900 دخلوا في تحيا مصر. صح بس كده؟ خلاص كده طيب. احسن لازم الناس تعرف كده. ليه؟ لان الناس بقت محتاره تقول لك انا كل يوم صندوق كويس الصناديق بتعمل ايه؟ انهم يضموهم دي احسن حاجه. طيب حقيقة. دكتور مصطفى 67 مليار في هذه الموازنه للعشوائيات والاسكان الاجتماعي. بص يعني وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات مش مختصة بالعشوائيات، مختصة بالتطوير الحضاري في العشوائيات، يعني تحسين البيئة وجمع القمامة وكذا. لكن العشوائيات كإعادة تخطيط وبنية أساسية ده تبع وزارة الإسكان، ودي جاي لها موارد من الضريبة العقارية، إن 50% من الضريبة العقارية نصها بيروح لدواوين المحافظات والنص الاخر لصندوق تطوير العشوائيات. فانت متوقع الضريبه العقاريه هتبقى 12 مليار، فعندك 6 مليار لتطوير العشوائيات اللي هي اعاده نقل السكان وانشاء بنيه اساسيه في هذه المناطق.
ده غير الوزارة الجديدة. يعني هناك خطأ في تسمية الوزارة. يمكن عشان كده حتى حصل تعديل لاسم الوزارة من تطوير حضاري. من وزارة العشوائيات إلى وزارة التطوير الحضاري. بالظبط بالظبط. وطبعا الخطأ في الاسم إن العشوائيات إسكان وليها موارد وليها صندوق وليها شغلانة كبيرة وحتى برنامج مكافحة الفقر. لازم نختار 50 قرية فقيرة و50 منطقة عشوائية ويخصص لكل واحدة 10 مليون للتطوير. طيب بس الحقيقة رجل الأعمال اللي أنا بذكرته هو كان دخل مع وزارة التطوير الحضاري كويس. في تطوير العشوائيات من ناحية البيئية في محافظة لا من ناحية في محافظة معينة كنموذج. يعني انا مش عايزه اذكر بس عشان طيب. ما يبقاش دعايه لرجل طيب. الاعمال لكن هو قال انا مسؤول عن كويس. المحافظه دي ان انا هطور فيها العشوائيات وهجددها طيب بعد الفاصل الحكومه ايضا اعينها على الفقير على يعني مستحقي الدعم فقالت والله احنا عندنا مشاكل في ايصال الدعم الى مستحقيه سنعمل هذا الامر الجديد وهو عندنا 25,000 محل به سلع مدعومة من قبل الحكومة في 27 محافظة هيروح لها أي شخص له حق أن هو ينال سلع مدعومة له في الشهر 15 جنيها له في الشهر 15 جنيه يعني كم دولار عشان نوضحها للمشاهد العربي 3 دولار أقل من 3 دولار 2 2 دولار 2 دولار تقريبا وعشان رمضان هنزود دولار 7 جنيه في خلال رمضان فقط وبعد الفاصل هنشوف كده بعض الأخبار اللي بتأتي عن هذه المواد المدعومة قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستطيع تطبيق الحد الأقصى للأجور لأن الشعب لديه الحق والرهان هو الضمير الوطني ولن يحتاج أحد لأن الكل يضحي ومصر لديها حق علينا وعلى من لا يستطيع التضحية من أجل بلده أن يرحل إلى القطاع الخاص قالت مصادر حكومية مطلعة إن بدء سريان الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزي بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا سوف يدخل حيز التنفيذ مع راتب شهر يوليو الجاري مع بداية السنة المالية الجديدة 2014-2015 بدأت الحكومة اليوم الثلاثاء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2014-2015 التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس بعد إجراء تعديلات على الموازنة تشمل تخفيض العجز المستهدف من 12 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 240 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من العام المقبل أثار الحديث عن بعض الأرقام المتعلقة بالمواد المدعومة التي ستقدم للمواطن الذي يستحق الدعم أثار حالة جدلية رهيبة جدا بصراحة وهنا للأسف هنضطر نذكر بعض الأرقام للتوضيح فقط مثلا لما يجي يقول لي والله لكل شخص ما يعني له حق الدعم على الدولة 15 جنيها في الشهر طيب كويس حاضر وهنقول هنراعي ان والله المواد تبقى يعني موجودة في المحلات بسعر منافس بسعر ارخص من السوق طيب رائع كويس جدا لما الاقي ان كيلو السكر مثلا هضطر اسوي ارقام بقى المستورد ب 4 جنيه 70 قرش وربع جنيه ربح للتاجر يعني 5 جنيه في حين ان كيلو السكر المحلي الصنع اغلى ايوه 4 جنيه ايوه 90 فهمها لي ارجوك يا دكتور لا الجوده والرز كده يعني في بعض السلع احنا بنصدرها لان بتجيب لنا فلوس اكتر من اللي بنستورد بيها كويس من ضمنها السكر ومن ضمنها الرز المصري فبتيجي تقول انا بصدر الرز الدرجه اولى وبجيب رز من بره مكسور او درجه تانية فبيبقى ارخص فما اقدرش طيب. اقول كيلو ده زي كيلو ده ممكن طيب. اجيب من بره سكر كويس. ارخص شويه لان جودته مش بدرجه الجوده المنتجه اللي هي بتتصدر طيب. ده اللي اقصده طيب. انا فهمت دي بس عندي حاجه برضو ارجو نساتك تفهمها لي اتفضل عفوا لتر زيت عباد شمس انا اسف بس لتر زيت عباد شمس 9 جنيه 75 قرش و25 قرش للتاجر في حين ان سعره في ارقى المحلات بره 10 جنيه هو نفس اللتر لا انا ما اعرفش انا هكلمك بصراحه طيب انا من الناس اللي بشتري كتير من الجمعيات كويس واحب اروح اشوف الاسعار تمام. لان ده طبيعه شغلي لازم اشوف الاسعار
الحق يقال ان الاسعار في الجمعانيات فعلا نزلت، الجمعانيات الحكوميه فعلا. امتى؟ يعني من فتره السنه اللي فاتت دي. طيب. حقيقه. طيب. واسعار كمان في الجمعيات الخاصه بالقوات المسلحه اقل من بره. كويس. يعني دي ما فيهاش جدال الحقيقه، وفيها زيت ارخص من كده والى اخره. الجمعيات متوافر فيها الاسعار كويسه، بس انا بشوف برضو ان هذه الاسعار صعبه على الشعب المصري، بالرغم انها اقل بكثير من اللي بيتباعوا بقى في السوبر ماركتس والهايبر ماركتس، لان في فرق الجوده وفرق المكان والتكييف. طيب. لكن فعلا هي اسعارها متدنيه، انما حتى هذه الاسعار مش في متناول الشعب. طيب. البسيط. طيب. الحقيقه احنا ليه ضربنا مثل بالسكر والزيت؟ لان السكر والزيت مع بعض 5 جنيه و10 جنيه يعني 15 جنيه. يعني اي مواطن له حق الدعم على الدوله لو راح عند التاجر هيدي له ازازه زيت ويدي له كيلو سكر يقعد يوم الشهر. دكتور مصطفى، هي لا مقصود، عفوا مقصود مش مقصود بيها ثمنها كلها، الجزء المدعوم 15 جنيه. يعني انت ممكن تشتري 10 سلع كل سلعه فيها جنيه ونص دعم. يا ريت تكون انا خطا ففهمهاني. يعني افترض تشتري 10 سلع كل واحده فيها جنيه ونص دعم، كويس، يبقى 15 جنيه. اللي انا فهمته عكس كده يا دكتور. انا فهمتها كده. الحقيقه. طيب اتفضل يا فندم. يعني هو دلوقتي البطاقه التموينيه عليها سلع مفروضه جودتها اقل من المتاح في السوق، كويس، قيمتها 15 جنيه. طيب هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يخلوك تروح للبقال اشتري اللي انت عايزه، بس انت الحد الاقصى اللي هتاخده، يعني مش هجبرك تاخد الرز بتاع التموين، مش هجبرك تاخد زيت التموين. طيب. انا ليه ادي دعم كمواطن ومستحق الدعم؟ على البطاقه 15 جنيه، فانت ممكن تروح للبقال تقول له انا مش هاخد رز التموين ولا كويس. زيت التموين معايا، انا هشتري وخفض لي في الفاتوره 15 جنيه، ويبقى انا كده خدت مستحقاتي من البطاقه التموينيه الشهريه. آه. شايف ان ده الشيء ربما يعني يكون ناجع مع مستحق الدعم؟ انا خايف من هذا الاجراء، ان ده هيدخلنا للدعم النقدي، ولو طبق الدعم النقدي هتبقى كارثه على مصر. ده في ناس بيقولوا ان هو الحل الامثل حتى نضمن ان الدعم بيروح للمستحقين. لا، الحل الامثل ان انا برشد الدعم وبضمن وصوله، لكن ان انا ادي للفقير فلوس واقول له خلاص اشتري بالسعر العالمي، انا بعمل تضخم معايا، ودي منظومه يعني في منتهى الخطوره. ومصر يعني ايام الاضطرابات بتاعه 18 و 19 يناير كان بسبب حاجه زي كده. 77. طيب، هناك من ينادي بالاستعانة بخبرة القوات المسلحة في هذه الأمور، وبيقول والله هذه المؤسسة ثبت يعني للقاسي قبل الداني إنها ناجحة اقتصاديا. إحنا عندنا مؤسسة أول لما تبرعت كده لصندوق 30/6 راحت حاطة مليار جنيه، وإحنا قلنا لها شكرا، وده من صافي الربح، يعني ده ما لم تتكبد فيه خسارة. والان عندنا في رمضان بتعمل مليون، اكتر من مليون وجبه لرمضان. لو قلنا ان مثلا وجبه ب 20 جنيه ادي 20 مليون جنيه في الشهر فقط. هل في فرصه للاستفاده من المؤسسات الاقتصاديه التابعه للقوات المسلحه؟ بس حضرتك الموضوع ده ابتدى مع القوات المسلحه من ايام المرحوم المشير ابو غزاله. تمام. وكان الغرض منه في الاول تمويل الجيش لاحتياجاته، كل الجيوش بتحتاج اكل وبتحتاج شرب وبتحتاج الى اخره. الموضوع ابتدى ينمو ويكبر الحقيقه، طب اذا الجيش عنده فرصه اكبر من ناس تانيه كتير، اولا عنده ضبط وربط على اعلى مستوى وده مهم جدا. نمره اتنين ان برضه تكلفه الانتاج، يعني حضرتك لما تيجي تقول العماله والتامينات ده مش موجود. طيب. لان اغلبهم طبعا ناس مجندين، فعندهم ضبط وربط وعندهم امكانيات فتوسعوا. الموضوع ده بقاله سنين طويله، النهارده اصبح فعلا بينتج وبيفيد عن احتياجاته. ولذلك انا دايما اقول لولا القوات المسلحه في الثلاث سنين اللي فاتوا دول وانتاجها كنا واجهنا مشاكل ضخمه جدا، لان كان في الاول قبل الثوره مؤسسات الجمعيات التعاونيه بتاعت القوات المسلحه مش مفتوحه للجمهور، فتحوها الحقيقه. صحيح. فتروح هناك تلاقي السلع ممتازه واسعار مقبوله. تمام. فما فيش مانع انهم التنسيق حتى يعني. لا ما فيش مانع. التنسيق. ما فيش طيب. مانع. عندنا دقيقه يا دكتور مصطفى، محتاج اخد من سيادتك تعليق على فكره تطبيق الحد الاقصى للاجور في البنوك وشركات البترول وشركات الطيران في اول راتب يوليو. انا مع هذا القرار،
هل ستقوى عليه الحكومة يعني بنصه وحذافيره بروحه ونصه، ولا نصه فقط دون روحه؟ الاثنين يعني هيبقى صافي المستحقات ولا صافي الأجر؟ عشان بس لا، هو حتى الآن صافي الأجر، لكن دي مرحلة للمستقبل، يبقى الدخل، وده محتاج قاعدة بيانات كبيرة جدا عشان نجمع دخل المواطن من عدة جهات. طيب دكتور بسنت، شوف حاجة، احنا بنمر بمرحلة من أخطر ما يمكن. اللي حاسس إن الدخل اللي بنتكلم عنه ده ما يكفيهوش هو حر، لكن الظروف دي لو كل مصري ما وقفش مع البلد ده شيء غير مقبول. كلنا لازم نضحي، كلنا. انا اعلم جيدا، انا عملت في البنوك واعلم جيدا مجهود ومشقه العمل في البنوك، وفعلا ان عاده ما هي البنوك مميزه، لكن في الظروف دي ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو مش هنطلب من الناس اللي بره يساعدونا واحنا مش عايزين نساعد بعض، يعني غير مقبول. فاعتقد ان الكل هيوافق وهتعدي ان شاء الله. دكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه ونائب رئيس حزب السادات للشؤون الاقتصاديه، شكرا جزيلا ليكي. دكتور مصطفى النشاتي استاذ علم اقتصاد، نورتنا يا فندم، متشكرين ليك، وشكرا لكم على حسن المتابعه. وغدا باذن الله وحوله حلقه جديده من مصر في ساعه. دمتم في حفظ الله وامنه، والى اللقاء.